نتمنى التوفيق لهذا المجلس ولرئيسه وللمجلس الجماعي برئاسته وبقيادة الأستاذة فاطمة الزهراء المنصوري التي نقدم لها الشكر بهذه المناسبة على ما تبذله من مجهودات من أجل توفير سيولة لإنجاز هذه المشاريع. فالدور المنوط بها فليس من السهل أن توازي بين منصب الوزارة ومنصب العمالة، فهو حمل ثقيل ونتمنى لها التوفيق والصحة والسلامة. وفليتفضل الحاج نكيل مشكورا. شكرا لكم على حضوركم وجدنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ولن لم تجدوا لي أشكر أستاذ محمد خطوة وأعضاء فيدرالية أمناء السنسبرية على تنظيم هذا اللقاء، اللقاء المتميز والتاريخي من نوعه من نوعه، رغم أنه اللقاء الثاني الذي ألتقى بهم مباشرة للاشتغال معهم بعد اللقاء ديال 19 فبراير 2022 بعد 9 أشهر قليل شي أيام نلتقي اليوم للعمل، ماشي للكلام، للعمل وللتفاني. المجلس والموارد ديال المقاطعة في الإسماعيلي وكذلك فعاليات المجتمع المدني في سيدي الإسماعيلي الذين يوما عن يوم تنفاجئوني بالعمل ديالهم يوم عن يوم تنفاجئوني بالعمل ديالهم. تابعناهم هذه السنة تبارك الله، زعما نقول لكم بصراحة أفتخر بالعمل بجانبكم، أفتخر بالعمل بجانب المجتمع المدني ديال سيدي الإسماعيلي، سواء الجمعيات الممثلة الساكنة، سواء الجمعيات الممثلة للمهنيين، زاد في مختلف المجالات. يعني كاين عمل كبير ديال فعاليات المجتمع المدني، ولا بدا دابا نقول واحد الكلمة بسيطة وصغيرة، اللي تيخدم راه تيغلط، اللي ما تيخدم راه ما تيغلطش، اللي ما تيخدم راه ما تيدير والو، تيسير دارو. وتشتغل بكل جهدها من أجل الارتقاء بهذه المدينة والارتقاء بالمغرب من خلال موقعها المداري بالدولة المغربية ككل. أتمنى أن نكون عند حسن ظنكم وأبوابنا مفتوحين، نحن جميع نواب من أجل إرضائكم ومن أجل تلبية جميع حاجياتكم، وحتى نكون عند حسن ظنكم وعند حسن ثقتكم التي وضعتموها فينا. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وشكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، بداية شكرا لموقع أصوات، جريدة أصوات، على مواكبتها لهذا الحدث اللي هو الدورة الثانية للمجتمع المدني مع مقاطعة سيدي يوسف بن علي من أجل تقديم الحصيلة وتتبع برنامج عمل الجماعات. وهذه هي النسخة الثانية اللي تتنظمها في فيدرالية أبناء سيدي يوسف بن علي. وهذا اللقاء تيجي في إطار تتبع ديال يعني مختلف النقاط اللي تمعوا اللي طرحهم المجتمع المدني في الدورة الأولى، اللي تدرجت بنسبة ديال 90-95% في البرنامج ديال عمل الجماعة. هذا اللقاء تيشهد كذلك تقديم رئيس المقاطعة الحاج محمد نكيل لحصيلة السنة الأولى من تدبيره لمجلس على رئاسة مجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي، تقديم الحصيلة يعني رغم أنها السنة الأولى، ولكن فضلنا جميعا أن نستمع لهذه الحصيلة التي سندعمها مما لا شك يعني. فالمجتمع المدني هو من سيحكم
على هذه السنة الأولى، هل هي سنة أولى ناجحة؟ رغم أن السنة الأولى دائما في جميع المجالس تعرف تاع التراث، ولكن الحمد لله مقاطعة سيدي يوسف بن علي استفادت من مجموعة من المشاريع، رغم أن الميزانية لا زالت يعني لم المشاريع المدرجة في مجلس المقاطعة لا زالت لم تشهد الانطلاقة، ولكن هناك يعني حاصلة يمكن أن أكون عنها بشكل شخصي أنها حاصلة مشرفة لهذا المجلس، ونتمنى له التوفيق، ونتمنى التوفيق لهذه الدورة الثانية لفيدرالية أبناء سيدي يوسف بن علي في علاقتها بالمجتمع المدني وعلاقة المجتمع المدني بالمجالس المنتخبة. هذه التجربة التي يمكن أن تعتبر فريدة وهي الأولى من نوعها، ونشكر جميع المتدخلين بداية وكل يعني المساهمين في هذا العرس الديمقراطي وهذا العرس الجمع وهذا العرس المواطن أو هذا العرس الذي يعبر عن روح المواطنة والالتحام بين المجتمع المدني وبين يعني النخبة المنتخبة. وشكرا جزيلا لإخوة الصحفيين على مواكبة هذا الحدث وعلى تغطيته. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يوسف بوجهي، أمين مال فيدرالية أبناء سيدي يوسف بن علي. هذه الدورة الثانية اللي تقوم بها الفيدرالية، الموضوع ديالها حول الحصيلة ديال مجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي على ضوء عمل الجماعة. الحمد لله دوزنا الدورة الأولى، كان فيها لقاء مع السادة النواب عندنا، كانوا حاضرين وطرحوا عليهم الناس ديال السكنة ديال سيدي يوسف بن علي مجموعة من الأسئلة، ويعني في البداية ديال الانتخاب ديالو. الحمد لله هاد الدورة الثانية غادي نشوفوا واش دوك الأسئلة اللي حطوها دوك الناس، واش يعني واش حاولت تبرج الجماعة والمجلس المقاطعة في مخططات الجولة ولا لا. ثاني حاجة كي تشوفوا أنه كاين واحد الحضور متميز من فعاليات المجتمع المدني على صعيد مدينة مراكش، كذلك مجموعة من المنابر الصحفية اللي تغطي هذا الحدث. هذا حدث يعني قل نظيره وما شفناش في مجموعة من يعني في اللقاءات اللي ديروا جمعيات أخرى، ولكن تنشوفوا مع في جرائد أبناء سيدي يوسف بن علي حاضرين مجموعة من النواب ديال العمدة، غادي يحاولوا يجاوبونا على الأسئلة ديالنا حنا كمواطنين وكساكنة ديال منطقة سيدي يوسف بن علي. الحمد لله كاين تغييرات اللي هي جذرية لقيناها في هذا المجلس الحالي. نتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم من جميع يعني الساكنه ومن المتدخلين يحاولوا يطرحوا اسئله تفيد المنطقه ديال سيدي يوسف بن علي ومدينه مراكش عامه. السلام عليكم. ايت المحجوب السعيب، نائب رئيس مجلس مقاطعه الكيليز. حضرنا اليوم الدوره الثانيه الاجتماع اللي تدير فيدرالية سيدي يوسف بن علي بعد سنه. ناقشوا في الاجتماع الاولاني عده مواضيع، يعني عام هذا عاوده اللي داروا اجتماع باش غادي يحضروا المسؤولين يحضروا العمده وبعض الشخصيات المخبره للشان المحلي باش طرح حصيله باش يشوف الناس فين وصلوا مزيان، الجمعيات اللي تكونوا بحال هكا لانه الجمعيات هما اللي تيخدموا المنتخبين، الجمعيات هما اللي تيكونوا تينبهونا حنا كسياسيين لانه هادشي اللي في المدينه والخاصه داكشي كثير، يعني الجمعيات اللي تينبهوا وتيتحاسبوا معنا هادشي اللي بغينا، بغينا هادشي يتعمم على المقاطعات كاملين. هاد بدا هادشي اللي سمعني قلت المقاطعات كلهم يديروا بحالها، بغيتنا الكيليز بغيتنا خير بغيتنا مهاره بغيتنا المدينه باش يكون واحد العوين، لأنه يعني المجتمع المدني والجمعية والمنتخبين والسلطة هي إن شاء الله باش تعاود ترجع المدينة الحمراء إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هشام جلاد، رئيس الجمعية المغربية تاسع مارس للخيار الديمقراطي ورئيس جمعية النجاح التنمية السوسيو والثقافية الاجتماعية وبيئية. الحمد لله هذا اللقاء التواصلي اللي مدير باسم جمعية فيدرالية أبناء سيدي يوسف بن علي ورئيس مقاطعة سيدي يوسف بن علي، تحضر فيها كل من فاعليات المجتمع المدني واللي عندها صلة بالمجال لا السياسي ولا الجمعوي، اللي الحمد لله حنا كجمعويين الحمد لله عندنا السلطة مضادة لضمان الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشريعية، عندنا الفصل 12 و13 و14 و139 كسلطة مضادة لضمان الديمقراطية. حنا كفاعلين جمعويين تنحمد الله ونشكره اللي تيكونوا فاعلين جمعويين حتى تيولوا فاعلين سياسيين، وهاد الحصيلة اللي بيعطي رئيس مقاطعة السيدي يوسف بن علي على مدة سنة هنا تيبان التواصل كاين مع المجتمع المدني، وهو كفاعل جمعوي سابقا بحط الحصيله ديال منطقه سيدي يوسف بن علي، والحصيله سيدي يوسف بن علي الحمد لله عرفتوها من تاريخ كبير
لمنطقة سيدي سمنان الفاعلين الجمعويين ناضلوا فيها وطلبوا على سوسيو ثقافي سوسيو رياضي كفاعلين جمعويين وناضلوا في هذه البلاد. الذكرى 47 تحتفل الشعب المغربي فيه 40 مليون ديال النسمة تحتفل بالمسار بالمسار ديال الصحراء المغربية. تشوفوا النماء فين وصلنا فيه احنا كمغاربة، وحنا بينا كفاعلين جمعويين الإدارة ولا الموظفين يكونوا يخدموا مصلحة المواطنين اللي الشكل الاجتماعي مازال ما خدميش عليه ومازال ما خدميش على الدولة ككل. هنا بغينا تخدم كشق اجتماعي للمنطقة اللي المنطقة كتعرفوا منطقة سيدي سبن علي كاينة الملحقة الشمالية فيها العشاشة والفقر بزاف، الوسطى شوية، الجنوبية شوية، الحي الجديد شوية. هنا بغينا لكان المجلس تيمشي بواحد 90 مليار في 5 سنوات كتنقولوا تبان على ارض الواقع، وفعلا الجمعويين تشوفوهم تيخدموا بميزانيه قليله ولكن تيكون الاهداف ديالهم كبيره وحبهم للوطن وحبهم للمنطقه ديالهم. شكرا. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.